للإفراج عن كل المعتقلين بموجب الدستور، لأن الدستور بيقول إن حق التظاهر حق أصيل في الدستور، والولاد كلهم المحبوسين دول محبوسين بسبب خروجهم للتظاهر. فأنا بتمنى عليكم إن إحنا يعني لأنه يعني ويساعدني بذلك الأستاذ عصام إنه بمجرد ما استفتي على الدستور أصبح قائمة، يعني ضروري يطبق. فإحنا بنطالب إن إحنا نطلع حاجة للإفراج عن هؤلاء الشباب. حاجة تانية في هذه المهزلة التي حدثت في مصر، رغم إن إحنا يعني جميع كل من جلس على هذه المنصة نظر في سبيل قانون انتخابي محترم واتفقنا عليه جميعا، ولكن ضرب بعض الحائط، لأنه يعني هذا المجلس هذا البرلمان يعني طبخة سابقة في التجهيز، وتمت كما هم عاوزين بالضبط زي ما هم عاوزين. هذا التشكيل اللي هو سمك جبل ثور هندي ده لا يمكن أبدا حد يعمله إلا بتنسيق دقيق وكامل. الحاجة الثانية، أنا مش عايز ناس تحبط خالص، زي ما قال الأستاذ عصام وصديقي العزيز إنه الثورات تاخد وقت طويل. التغيير حصل، إحنا قمنا في 25 يناير عشان حاجتين أساسيتين، الشراكة الوطنية، وإحنا مصرين على الشراكة وهنقول رأينا بكل وضوح، ومهما حصل هنقول ماذا حدث وإن إحنا بنطالب بكذا، ومش هنسمح أبدا بإن حد يسوقنا. يعني نسبة التصويت في البرلمان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة توضح إنه فعلا الناس مش مبسوطة مما يحدث الآن، وما فيش حاجة تتخذ باستخفاف. يعني اللي ما جاش المرة دي يجي المرة الجاية، ده كلام ما يصحش يتقال إطلاقا. أنت عايز تحقق ليه حصل العزوف؟ ليه الناس ما جاتش؟ ليه ما انتخبتش؟ يعني مش ممكن أبدا إحنا في تركيا يبقى 86 وإحنا 20، مش ممكن. يعني فعلا في مقارنات يعني قوية جدا بمن حولنا. فأنا أعتقد إنه اللي حصل في الانتخابات البرلمانية ده شيء بشع جدا، وما فيش حد يتكلم على المال السياسي، دي رشاوة سياسية. المال السياسي حاجة تانية، دي رشاوة. وأنا كنت براقب الانتخابات في المرحلة الأخيرة وأنا واقف في العربية كده، فجت لي واحدة ست قالت لي يا أخويا مش أنت اللي بتوزع الفلوس وتقلب قالت لي أصلا يا أخويا خدت 30 جنيه وناقص لي 70 جنيه، مين اللي هيتوبوا؟ صورناها ووثقنا واللجنة العليا للانتخابات. اللي احنا بنطالب لا تتكلم. الحاجة الثانية عشان نبقى إيجابيين أكتر، احنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان عندنا قوانين دلوقتي جاهزة اللي هي مفوضية منع التمييز. يعني اللي بيتكلم على التعديل الأول يتكلم على القوانين المكملة لهذا الدستور.